مكان يعتبر معلم تاريخي في دار العرايس العند. شوفوا بالله عليكم يعني معلم مثل هذه المعالم اصبح مهمل، ما حد ينظر الى ثلاثنا. منظر جميل جدا، منظر سياحي، منظر. يا جماعه ليش ما حاولوا يحافظوا على مثل هذه السياحه في الزمن؟ سياحه، منظر سياحي رائع جدا جدا، موقع ممتاز. ما شاء الله، كل الوادي، الوادي من كل الجهات، ما شاء الله، ممتاز، موقع ممتاز جدا، مكان رائع، معتلى. أنا بصراحة السلطان اللي كان هنا سلطان غالي، غالي جدا جدا. صلحوا لنا الحنة، عبوا على حقنا لو حقكم خير. عندي بقى في واحد بابا اي بابا يا ولد يا صالح، دي حقت فرعون، دي حقت كلها طول. ما شاء الله ما شاء الله، ايش كل حال اهلا. شوف الحياة من الطرف للطرف، لكن ترى عليها بنولا بنولا المنجان ولا ايش اللي تاريخ حضارة لحق أصبح مهمل. أبا أول جد الحجر سعمنا. إيش بيشيلها هذه؟ إيش بيشيلها لو؟ تعين قد الأغنية الجماعة صلحوها بضرب. إيش بيشيل لكم الحجر؟ يا جماعة مش تحد يعرفنا وين الناس، وين أصحاب الحساب يقولون لنا وين الكلام؟ أنا يا صالح. أخوي. أنا أبوك. لك الله يا لحق. لك الله يا لحق صدق. كل دول العالم تحافظ على اثارها، لان احنا دي حضاره، حضاره لازم نحافظ عليها. المهم المهم شهدوا يا ناس، ماشي بكره بعد لقيهم حجر، لا ما حجر شهدوا. كيف شاف كيف؟ حجار احنا وثقناه خلاص، يجي بكره واحد يقول حقنا. المهم شهدوا يا ناس.